اهلا النحيلات ديالي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي مزيان؟ كلشي وداك؟ غادي مع هاد رمضان صراحه الوقت غادي يطاير، انا بحال كنحس شويه نهائي اللي ما حاولت اني نفكر. اخويا ديالي دابا غادي نصلي. بالنسبه لمات اللي قالوا لي الجوج ما بقيتش كتصلي. لا حبيبات ديالي راني كنصلي، غير هو ما بقيتش نصوره صافي، حيت فاش كنبقى نصور تيبقى يقول لي واش انت كتصلي ولا كتصوري. المهم اي واحد كيدير شي حاجه كيديرها الله وصافي، من موراها غادي ندوز نقرا شويه ديال القران. صراحه انا البنات انا عندي القران ديالي يعني فت فيه اكثر من نص، ولكن واحد الصور كيعجبوني وكنعاود نقراها ومن بعد كنرجع للقران الاخر. تبارك الله راني قررت نختمه. قولي انتما اين ايه وصلتوا ليها؟ سينو كي بدات ديالي دابا غادي ندوز باش غادي ندير واحد الرغيفات شفتو في انستغرام ساهلين كديروا فيهم شويه ديال فورست، شويه ديال فينو، شويه ديال الخميره ديال الحلوه، شي تسانيد والملحه وصافي، وكتعجنوا بما دافي ثاني. ما عندنا البنات يعني جينا ديال الرغايف وصافي، كنت ديالي كديروهم بالماء دافي كما قلت لكم. انا كندير العجانه وكنحاول انني ندير القياس باش ما تجيش العجينه يا قاصحه يا مرخوف. ندوز دابا كنت ديالي للحوت السردين. صراحه انا ما عنديش مع بزاف، الا طيبو شي واحد كيعجبني، الا طيبته انا مع كنتقهام والريحه وداك الشيء كيعجبني، ولكن ماشي بحال من تيطيبو شي هذوك يعطيها لك. راكم عارفين فاش كطيبو شي حاجه كتضربكم الراس، ماشي بحال فاش كيعطيها لكم شي واحد. مي البنات جا خطير، عرفتو درت فيه الحامض القزبر معدنوس. دوماج ما كانش عندي قزبر معدنوس طري، عرفتو فاش كيكون القزبر معدنوس طري وكديرو في الحوت راه ميمكنش البنات ميمكنش. المهم انا الطريقه ديالي البنات ما ديروش سكنجبير، كاين الناس اللي كيديروا سكنجبير، راه الحوت ما كيدير فيه لا سكنجبير لا بزار، ما كيجي زوين كيجي حالته. بالنسبه للطريقه ديال الكبده ديالي انا كندير العطريه كامله من غير البزار وسكنجبير، كتقوي الثوم القزبر ومعدنوس التحميره والحار والكمون صافي البنات، كتعطروا مزيان وكتزيدوا شويه الماء باش كتجيكم ديك الخلطه جاريه وكيجي لذيذ صراحه، سورتو الا كان سميتو طري. دابا غندوزو للحشوه البيضه ديالي اللي غندير. نورمالمون خصني نشحر البصلايه الاولى، ولكن لقيت راسي صافي دارت الكفته وداك الشيء ما كلشي كيطيب. كديروا العطريه كامله يا البنات، الهريسه انا ما كانش عندي، الصويا حتى هي ما كانش عندي تسالات ليا، فكديروا العطريه كامله وكتزعموا يا البنات الحار مع كطيب داك الشيء في العافيه يلاه كتجي العطريه هي هذيك. انا كنت كنبكي حقاش بكاتني البصله حاره يا البنات، ديك البصله داك البصله اللي ناقصه شويه في الثمن 6 درهم ولا 10 كدير حاره يخديتها تلهدت اللي عندها العرش. صافي انا غادي ندوز ندير شليضه، راكم عارفين انا كنت ديالي شليضه وداك الشيء مع الحوت كتجي زوينه بزاف. وصافي هنا غادي ندوز ندير هاد الخبز ديال الطاكوس ديال الزرع، كيجي لذيذ ساهل الماهل، كيوجد في الدقيقه 90 تقدر توجديه غير هو وديري معاه حريره وملوي وصافي وانت قاديه الغرض. فالكبده ديالي درت سوليس، درت الطون، انا كنشحر هكا الفلفله وانا نقول صافي بلاش بلاش اصلا كطيب، فكنحك الفرماج وكنخليه حتى الاخر حقاش انا كندخلو ميتكربلو، عاد كنحك الفرماج من الفوق. صافي هنا كنجي كنقاد اش كيقولوا لي كنقاد الرغيفه ديالي، كندير هكايا كويرات من موراها كندير مليويه الرغيفات بحال اللي غديروا الرغيفه نتوما كتشوفوا كتلقوها وكتنيوها بحال اللي غديروا الرغيفه. صافي كتديرهم كاملين، صافي انا دايره داك الخلطه اللي كتشوفوا دايره فيها النشا والزيت والتحميره، صافي كتقاد تبقاو تطلقوا العجينه مزيان وكتقادوها بحال بسطيله، ولا تقدروا ديروها على شكل شوسون، شوفوا نتوما واش بغيتوا. خلي شوسون عندهم عجينه بوحدها، ولكن تقدروا ديروا داك الديكور ديال شوسون. صافي انا كندير هاد القليبه ديال الغلاقه وكندير وسط الحشوه بحال اللي كديروا بسطيله، حاجه وحده الناس باش ما تجيكمش معجنه، حاولوا تقطعوا داك الشيء اللي زايد فاش تكمدوها، حاولوا تقطعوا داك الشيء اللي زايد. وصافي البيضه ديالي هنا الفطير ديالي واجده، انا درت غير مديبيه حقاش الملوي كبير كنديرو، فما يعني ما يلا انا وراجلي كناكلو غير نص نص خبيز ديال الزرع اللي كنصايبو به ديداتي. وبعد المرات البنات كنعكز وكنشري غير الخبز ديال السميده، ما كناكلش انا الخبز ديال الفورس اولا الخبز ديال الدار من عند هذوك الناس اللي كيبيعوا سميتو خبز ديال الزرع. هنا الحوت البنات جا لذيذ، ولكن كان افضل انكم ديروه في الفران. وهادو هما سميتو اش نقول لهم، لي شوسون مليويات، المهم كيما بغيتو تقول لهم. سيطلات جو مقرمدين وجو واعر، النمزه راه كانوا بردوا، عرفتوا راه جو واعر البنات وبنان. البيضه ديالي فطرنا الحمد لله شبعنا بصحه فطوركم. المهم قلتوا لي رجوا بقيت حتى لنا فيديو كل نهار وداك الشيء، اولا حتى لنا فيديو نهار الصباح نهار في العشيه. المهم حيدنا اختي داك الحروز ودرنا اختي هاد المشيطه هادي الزوينه وصافي. ليكرون يا بنات ضروري ليكرون، ما تنساوش ما تنساوش ضروري ومؤكد ديروا ليكرون، شي حاجه اللي ضروريه ضروريه. المهم البيضه ديالي غادي نمشي غادي نتكى شويه، ما غاديش الناس غير غادي نتكى حتى للناس، ما غاديش الناس نهائيا بالنهار، هادي كونوا اكيد اني ما غاديش الناس بالليل، ما غاديش الناس بالليل.
واخا عمرك ما كنت ديالي شنو الجديد اللي درت في الدار. خليكم معايا يلاه مش. شوفوا الجديد اللي درت في الدار، هادي يلاه لصقها راجلي، عرفتي البنات جات فنه. المهم حطيت غير داكشي الديكورات اللي عندي حطيتهم، جات زوينه. انا ما كتعجبنيش هكا التلفازات القرعه، وان شاء الله حتى الصالون فاش غنصايبوا داكشي ضروري غادي ندير له شي لعيبه كون وهانيا، راه غير بشويه بشويه عرفتو جات فنه. هاد اللعيبه سولني خديتها من عند مول ايكيا اللي كاين في سلاف شارع التوب، عرفتو راه واعر جات الديكور ديالها. وهاديك اللعيبه اللي كتبان لكم هاديك راجلي حتى يدوز الصباغ حقاش مع الحفير بقات باينه، عرفتو جات غزاله وتبدلت النظر. يعني فاش كتكونوا كتفرجوا وهكا النظره زعما هذاك الديكور حاطينو داكشي ماشي بحال التلفازه قرا. انا حمقاتني حمقاتني، قولوا لي واش عجبتكم ولا لا، جات واعره بزاف. هذا هو جديد، وغنمشي للكوزينه باش نوريكم اختي داك الجديد ديال العطريه. ها هي البنات اللي بالي خديت من عند هذاك مول ايكيا، صراحه جاتني فنه، جات واعره. غير حاولوا البنات الا كنتو غادي تعلقوا شي حاجه بحال هكا، حاولوا انكم ما تخليوش القرايه يتوسخوا نهائيا، ديما يتمسحوا داكشي حيت المنظر ديالو يعني جاي محطوط باين، ما يخسر لكم الديكور الا كانوا هكا مجلخين، حيت راكم عارفه انت غادير العطريه ويدك كتكون موسخه وتتعاودي تقيسي فريمون تيوليو حالتهم. انا مهووسه كل مره تنمسحهم، فكبدا تيولي مازال اختي ما علقتش هذيك الخاميه. المهم بلاكارات غنديرهم البنات، غير مازال عندي شي مطارق في راسي، ومازال المهم باغا نبدل شحال من حاجه داكشي اش ما بغيتش. قلت لكم كبدا ديالي غادي نمشي نتكى مع راساتي، شنو الروتين اللي كندير؟ كنمشي من مره كتصلي العشاء وداكشي كنمشي كنتكى تندو نتفرجو نتفرجو. راجلي الا كان غيمشي للقهوه كيمشي، دابا صافي هو مشى يعني تفرجنا وداكشي، ولكن دابا انا غنزيد نتفرج داكشي ديالي بحال دابا المكتوب وداكشي هو متبعش معايا هذيك السلسله، متبع مال الدنيا كيعجبوها كافلام فيها مغاربه وفيهم الاكشن. فغنتفرج البنات في المكتوب، وشنو اخر شنو غندير شنو غندير عاوتاني؟ صافي غنتفرج المكتوب. فاش كنسالي الفراجه في المكتوب صافي هو اللي متبع صراحة، تندخل هكا اليوتيوب تنبدا نتفرج في الفيديو ديال البنات اللي هي هكايا كنتفضو رينغ لايت البنات هكا اللي كنتفرج فيهم. هاد الدراس حمقني البنات هكايا اللي كنتفرج فيهم وصافي. ونمشي شاد ديالي راه شوفو شوفو فين جالسة، شوف شوفو فين جالسة. ايوا الله شوفو البلاصة اللي عندي، ريا ريا شوفو البلاصة اللي دبرت عليها. ايوا الله صافي كدا ديالي هادشي اللي كاين. نوض اختي نتمغط، اليوم خصني نسقط فراجي الميعاد راكم شفتو انا ضربت تمارة ولات اصلي ديال الموان ضروري اختي مرة مرة راجل اختي يعاونك، راه بزاف ديال هذا لاستيس البنات اللي غادي نعطيكم، لاستيس اللي غادي نعطيكم الا بغيتي زعما تحاولي انك ما امكن جانا ميساج تحاولي انك ما امكن الموان ما تخليهمش، خلي الكوزينه مجموعه، حاولي ما امكن ما امكن ما امكن طيري. انا درتها مره واحده كما قلت لكم داك الفطور، درتها مره واحده لي كوموند ديالكم كي الناس اللي باغيين يدوزوا لي كوموند، بسبب الناس اللي باغيين يدوزوا لي كوموند ديالهم مرحبا بكم البنات. دابا كلشي تباع، الكسيوات ما بقاش، ما بقاوش الناس اللي كيسولوا على الكسيوات ما بقاوش، تبارك الله ما شاء الله تباعوا، ما بقاتش السيده غتجيبهم ما عرفتش علاش، ما بقاتش غتجيبهم وصافي. حيت عندي بزاف ديال لي كوموند، ولكن صافي البنات هذاك الشيء الكونتيتي اللي جات تباع تبارك الله. بقاو دابا لي بلاك، وحتى لي بلاك ما بقاش بزاف يعني تبارك الله ما شاء الله. شكرا بزاف الثقه ديالكم، شكرا الناس اللي كياخذوا الكوموند وكيصيفطوا لي ميساج كيقولوا لي زوينه تبارك الله عليك. اللي بغى يدوز لا كوموند ديالو ها هي 06 74 22 08 بلاك اختي ديالها غير 3000 ريال وصافي كدا ديالي. شنو كنت كنقول لكم؟ المهم دابا غادي نشعل التلفازه وغادي نتفرج اختي في المكتوب. زوين صراحه حمقتني ديك اللعيبه اللي درت صراحه عجبتني بزاف. بديت باك بدات ديولي العشاء كل شو غندير، غادي ندير برجر، تشهيت ندير برجر صراحه تشهيت. دابا انا راجلي صراحه عنده ضروري السحور ضروري، ما انا نقدر ندير بالي باي حاجه كنت ما عارفه الرجاله فهمتوا ضروري خاصو يتسحر ولا سحرنا بعد مره جوج ولا هذا تيبغى ياكل السفوف وداكشي. المهم كبيدات ديالي هي يا اختي الحلقه 14 قلب عليها قولي يا رجوة بزاف بزاف رجوة بلان تقدر لي لونتي رجوة راه عينك زوين بلي لونتي. نتوما البنات راه ما كاينينش ان بنادم دار لي لونتي راه ما راضيش بعينيه ولا 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 اي هادي كل واحد باش كيكون هكا كل واحد شنو الحاجه اللي كتكون عاجبه بزاف. بحال دابا انا كنموت على لي لونتي، كنموت نصبغ شعري وسورتو كنموت هكا نخرج بلي لونتي صراحه. انا ديما كنت عارفه زعما ان بنادم راه ما راضيش بعيني ولا شي حاجه، انا عارفه اختي عيني زوينه نتوما اختي شتو شتو عيني اختي انتم انا عارفه لو عيني ديالي زوينين وكل شيء، ولكن اختي ضروري تنبغي هكايا تنبغي اختي النوبه وصافي. هيك لاباس حنينه
واش نقول لك هو لاباس ولا باس شاي الحوايج حتى شي مقيد من تحت حتى كتم ولا غنوريك الفاصل عمرك ما شفتي في حياتك دابا تفرجت وساليت اشنو غادي ندير البنات اشنو كندير كل ليله اولا حتى في الدار زعما فاش كنكون هكا جالسه في الدار بنهار وداكشي كندير هاد السيروم البنات ديال سوان بوتي ها هو كبدات ديالي سوان بوتي هاد السيروم الناس كبدات ديالي اللي تيسقوا لي فوسيل فحالي الناس اللي تيديروا شي ميو الله يشافيهم واعر البنات واعر والثمن ديالو رخيص بزاف وكنصحكم البنات ما ديروش شي سيروم يكون فيه الزيت لا هذا كريم زوين بزاف للناس اللي الشفيرات ديالهم طاحوا ليهم بحال دابا انا كندير لي سيك بيرمانون هما فنين وكل شيء ولكن البنات ضروري كيطيحوا لكم الشفار كنديروا بهذه الطريقه هذه انتوما بحال شي ماسكارا واخا هو نورمالمون كتشديه وكدوزيه من الفوق مي دابا انا حيت كنصور كان يعني ما عنديش كندير هاد الجلخو ليا عيني فهمتوا فتا هاد الطريقه هادي زوينه وانا يا البنات شوفوا الشفيرات ديالي راه بدا المهم باقا لاصق ليا صغيبه هنا وصغيبه هنا ولكن الحمد لله بداو الشفيرات ديالي كيرجعوا كما كانوا يا البنات فريمون فن معجزه هاد السيروم ورخيص يا البنات رخيص بزاف السيده يا البنات هادي اللي كنخدم معاها البنات السيده هادي اللي خديت من عندها هاد لي برودوي فريمون المهم انا اصلا عندي جوج من الحاجه كتعرف بينه وبين الله كتخاف الله ما كديرش اي حاجه فريمون داكشي عند فن وديما الكليانه ديالها اللي كياخذوا من عندها ومنهم مي زابوني كيقولوا لها عندك تقطعي زعما هاد السيروم خطير البنات راه ما يمكنش شحال خطير الناس اللي كيطيحوا لهم شفارهم ولا شي حاجه ولا اي حاجه نخلي لكم الكبده ديالي النمره ديالهم ضروري تاخذوا ضروري شي حاجه واعره شي حاجه غتنفعكم والله خطير ها هو يا البنات سكرين وحتى الثمن جد مناسب كنديروا كل ليله شفار ديالي وانا مازال ما مداوماش عليه فريمون فن يا البنات شوفوا واعر بزاف انا بعدا كيحمقني هاد السيروم فين ما كنتحنسر وكيطيح لي شفيراتي كنرجع نديرو راكم عارفين يا البنات كنت دايره انايا لي فوسيل وفاش تحيدوا ليا صافي رجعت كنديرو والحمد لله نتوما الشفيرات ديالي بداو كيرجعوا راه كانوا صافي ما طاحوا كاملين راكم عارفين ها هو كبدا ديالي غادي نخلي لكم النمره ديالهم في صندوق الوصف اول تعليق هذا خطير بالنسبه للبنوتات اللي قالوا لي رجوه اللي قالوا يا رجوه شي كريم تيبيض مناطق الحاسه ولا شنو الروتين اللي كديري اولا شنو البرودويت اللي وليتي كديري فاش تزوجتي غنهضر لك ماكبده ديالي على هذا الكريم هذا لتبييض المناطق الحساسه اي وحده فيكم ماكبده ديالي عندها مشكل عندها السويدات وماشي غير في المنطقه الحساسه باش زوينه هذا الكريم ماكبده ديالي المهم انا كنشارك معكم الروتين اللي كندير هذا يا البنات كل ليله كنديروا المنطقه الحساسه وفي النهار يا البنات كنضلي خصني ندهن فيه وريحته جذابه يا البنات ها هو يا البنات كيرطب ويفتح ويوحد من المناطق الحساسه والريحه ديالو خطيره بزاف كتر من اللي كتخيلوا ريحته كتسطي واللون ديالي البنات انا كنموت عليه اللون ديالو راه ما يمكنش اللون ديالو غوز دابا ما كيبانش مع الاضاءه عرفتوا اللون ديالو شوفوا بلاتي شوفوا اوب اوب شوفوا بلاتي ها هو اللون ديالو شوفوا يا البنات عرفتوا المكونات ديالو شحال واعره وشوفوا شحال درت منه شوفوا تقريبا قرب يساري خطير ريحته كتسطي كديري المنطقه الحساسه في الجنيبات ديالك اوكي بغيت لك خصيت ديك المنطقه في السيمانه الاولى كيبدا يبان لك واحد الفرق واعر وهذه تاخذوها البنات وغادي تفكروني وهذه البنات فاش كنديروا انا المنطقه الحساسه كنشد كنديروا هنا ريحته كتسطي ريحته كتحمق راه ما يمكنش البنات شوفوا كاينين شي وحدين تيبداو يقولوا لي حيت ايش راه تتقاي تشكري حاجه اختي الناس اللي كيعرفوني والناس اللي كيبغوا رجوع عارفين المصداقيه ديالي عارفين انني سواء كان ايجار ولا كتشري البرودوي زوين ما زوينش وحتى باش كنشكروا بنفس الطريقه ديال الاشهار اولا شي برودوي شاريه انا بفلوسي نفس الطريقه وهذا الشيء ديما كيوصلني بزاف كتقول لي رجوه في النمره ديالك راه انا خدينا من عندك البلاك حتى كنثقوا في اي حاجه اولا فاش كندير شي برودوي ولا اي حاجه رجوه كناخذوها الحمد لله كنلقاوها مزيانه وهذا الشرف ليا بزاف واللي تيقول شي حاجه الله يهدي وهذه الخدمه ديالي وانا ما نقدرش نتبع لك البيضه ديالي وهذا دليل اني ما كنديرش بزاف ديال الاشارات مع انني نقدر ندير بزاف ديال البرودويات والروينه وهذه ولكن انا كتبني المصداقيه والحاجه فاش كتنفعني وكتعجبني بزاف كنبقى نشكرها كنبغيكم حتى نتوما تاخذوها ما يمكنش ان الحاجه زوينه وحقها حتى اشهار باش ما يقولوش اشهار ما نشكرهاش وهي زوينه تستاهل لا اختي الناس اختي اللي متزوجات الناس اللي باغا شي حاجه سيكسي راه ديك اختي بقى واعر البنات وكيبيض لكم ديك المنطقه بواحد الطريقه راه ما يمكنش البنات هذا دمار سمحي لك تحطي جافيل على ديك البلاصه راه ما يمكنش البنات ما يقولش ولكن تبعوه سورتو اللي درتو صباح وعشيه بعد ما كنديرو صباح وعشيه بعد ما كنديروه بالليل كنبقى ننسى واعر البنات واعر وحتى الثمن مناسب جدا ايوا وكل ليله يا البنات بحال دابا انايا دابا دايره بروشينغ لشعري
فاش كنكون هكايا غير مخليه شعري نشف الهواء ما كديرو لا بروشين لا شي حاجه كندير كبدا ديالي هاد اللوشن هذا ديالهم ديال سوان بوتي راه ما يمكنش البنات. والدليل على ان بزاف ديال الكبيدات خلاو خداو بزاف ديال الكبيدات كيمشيو عند السيده وكيقول لها راجل كنثيقوا فيها وكياخذوا الحاجه وكيرجعوا غوتو وتيقول لهم فوالا راه عجبني بغا داك البرودوي عندك تقطعي عندك هادي عندك هادي. الناس هكايا شعرهم ما كيطواش اللي باغين هكايا اختي الخليفه اللي باغين شعرهم يطوال شعرهم كيطيح شعر كيطيح سورتو الناس اللي شعرهم اختي تيطيح وشعرهم والو هكا تتجبد الشعر تلقاه هكايا في يديها خذوا كبدا ديالي هذا راه ما يمكنش راه ما يمكنش هذا اللوشن هذا راه دمار. الحاجه اللي عجبني كبدا ديالي في الدريحه انا ريحته غير العشوب وكل حاجه واخده منها جوج غادي نوريكم كل حاجه من هاد لي برودوي واخده منها جوج حيت فريمون خفت ستوكي سالا وديما ستوكي سالي السيده ديما ديما حيت فريمون عندها داكشي خطير ما يمكنش البنات السيده كتخاف الله كتعرف شنو كتبيع كتعرف شنو كدير الناس اسمنه مناسبه ماشي غير تجي وكتبيع لا خصها غير لا هي هادي من نوع اللي ونقول لكم البنات واحد الحاجه هاد البرودوي راه شهر وما عندي والدليل على انني واحد الماسك مازال ما بارطاجيتوش معكم بغيت حتى تجربوا مزيان وصدق واعر البنات الناس اللي عندهم الكلف والحبوب انا جايه ليكم البنات غندير لكم شي روتين فعال تاعك. فكبدا ديالي هذا خطير بزاف 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 ها هو لوشن ديال الشعر الناس اللي شعرهم كيطيح انا دابا حيت الشعر مصايب تنحاول البنات انا فاش كيكون شعري بوكل كنديرو في الصباح اختي وكنديرو في العشيه وكل 3 ايام ولا 4 ايام كتغسليه ريحته كتسطي هو عباره عن تشتاشه هكايا يعني كديري الشعر هذا راه كاينه تقول لي نمشي ندير ازير هادي اختي اصلا هو رخيص زائد زوين زائد ما كيحرش الشعر. انا يا بنات كنت كندير ازير وداك العشوب اقسم بالله على ما شعري ولا شطابه هادي داير داك العشوب اللي فيه ما كيحرش الشعر ما كينشفوش. فاش كديري في الفرو ديالك كتنشفي شعرك ولا كديري شي شوار ولا كتصايبي شعرك عادي وحتى الريحه ديالو فن فيها غير ريحه العشوب يعني ريحه واعره. الناس اللي شعرهم اختي كيطيح انا كنهضر معكم من قلبي وماشي كنقول لكم سيروا فعلا شريو داكشي كنشارك معكم داكشي اللي انا كندير. الا بغيتي اختي تاخدي بالصحه والراحه ما بغيتيش تاخدي ما كيهمكش الامر تقدري زعما دوزي هاد اللقطات وتفرجي داكشي اللي بغيتي. فانا الحاجه اللي كتعجبني كنجي كنشاركها معكم يمكن شي حاجه كتكون كتستاهل وكنبغيكم تستافدوا منها كبدا ديالي راه ماشي غندخلها جيبي ولا شي حاجه كنبغيكم تستافدوا منها. فهذا كبدا ديالي ها هو لوشن كابيلا غنخلي لكم النمره ديالو مكتوبه هنا خطير خطير كبدا ديالي والله المهم هذا هو الروتين كبدا ديالي اللي كندير انا هادو هما البرودويات اللي كنموت عليهم كنتسطى عليهم ما يمكنش نستغنى عليهم. ايوا اختي ايوا كبدا ديالي الحمد لله كلينا وشبعنا الكريشه غنقول لكم الا بغيتو نشارك معكم البرجر قولوها ليا في لي كومونتير كندير برجر زوين بزاف. صافي كبدا ديالي وصلنا لنهايه ديال الفيديو كنتمنى انكم تدخلوا لي بزاف 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 ديال لي لايك فريمون كنبغيكم بزاف الهضره اللي كتقولوا لي في الواتساب الهضره اللي كتقولوا لي في انستغرام انا عندي اختي احسن ناس كنحماق عليكم يا ربي يسهل عليكم في هاد العواشر بيزو حتى اللي ما كيبغينيش دابا كتبغيني اختي واحد النهار يلاه باي باي. المهم كبدا ديالي سمحوا لي الا الصوت كيرجع كنمونتي عند ماما واحد البيت باقي خاوي كتسمع الهضره. فالبرجر ديالي البنات كنديرو واعر انا درت ليها غير كفته وحده راجلي كندير ليه دوبل كتجي واعره يا البنات كيجي واعر كيجي واعر كنديرو غسال عفاكم الا بغيتو قولوا هادي كتعجبكم الطريقه ديالي وكيجي اختي بنين وعامر بلا صوص والفرماج كيجي رائع. كبدا ديالي الحمد لله كلينا وشبعنا الكريشه غنقول لكم الا بغيتو نشارك معكم البرجر قولوا هادي في لي كومونتير كندير برجر زوين بزاف. صافي كبدا ديالي وصلنا لنهايه ديال الفيديو كنتمنى انكم تدخلوا لي بزاف 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 ديال لي لايك فريمون كنبغيكم بزاف الهضره اللي كتقولوا لي في الواتساب الهضره اللي كتقولوا لي في انستغرام انا عندي اختي احسن ناس كنحماق عليكم يا ربي يسهل عليكم في هاد العواشر بيزو حتى اللي ما كيبغينيش دابا تبغيني اختي واحد النهار يلاه باي باي.